تعتبر الإيبولا من أكثر الفيروسات الفتاكة للإنسان، وقد اكتسب المرض اسمه من النهر الواقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي شهدت على أولى حالات الوباء عام 1976، ويصل معدل الوفيات التي تسببها الفشية إلى 90%، وتعتبر خفافيش الفاكهة الإفريقية المضيف الطبيعي للفيروس، كما نجده في حيوانات الغوريلا والشمبانزي والقردة والضباء والشياهم، فهي قد تلتقط الفيروس وتنشر. تتكون الإيبولا من 5 أنواع مختلفة، هي زائير والسودان وساحل العاج وبونديبوغيو وريستون، وتنتقل عدوى الإيبولا إلى الإنسان بملامسة دم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه. تتراوح فترة حضانة المرض بين يومين و 21 يوماً، وتشمل الأعراض الحمى والوهن الشديد وآلام العضلات وآلام الرأس والتهاب الحلق، من ثم يصاب المريض بالتقيؤ والإسهال والطفح الجلدي واختلال في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات بنزيف داخلي وخارجي. ولغاية اليوم لا يوجد علاج أو لقاح للإيبولا مرخص بهما.